بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لحضراتكم. الحقيقه باسمي وباسمكم اولا لازم يعني نرحب بالاستاذ الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه، شخصيه قياديه نسائيه متميزه في كل حاجه، وكمان عطائها لمحافظه الفيوم متميز، يعني دي زياره يمكن رابعه للفتره والجيزه، ولسه بنتفق على مارس. احنا من الصبحيه عند البحيره لازم برضه تعرفوا اخبار بيتم ايه. البحيره ان شاء الله راجع ليها الخير. احنا النهارده الصبحيه ان شاء الله بنتفق خلاص خلال الاسابيع قبل العيد القومي في 15 مارس هتكون في مشروع جيد جدا هيقلل من التلوث في البحيره. والثروه السمكيه تتحسن والانتاج يبقى افضل والسياحه والبيئه يبقوا افضل. طبعا انا كل الشكر للدكتور علي وكل القائمين على المشروع، كل اجهزه وزاره الزراعه الحقيقه بذلوا مجهود ضخم معانا. المشروعات اللي قام بيها من ساعه ما احنا قعدنا 16 مارس دكتور علي؟ اه 16 مارس يعني من 11 شهر بالظبط. كان الكلام كله نظري وانا قلت لهم زي ما قال انا يعني ايه هتابع وهنحاسب وهنشوف. الحقيقه الانجاز تم بشكل جيد جدا، يعني خلال 11 شهر في 970 سيدة في مركز يوسف بيك تم تدريبهم، في 335 مرحلة أولى والمرحلة الثانية اللي هنسلمها النهاردة خدوا مشروعات. زي ما الدكتورة منى قالت حقيقة الست هي عصب الاقتصاد سواء في بيتها أو حتى على مستوى الدولي. احنا بنشجع ومتحيزين إن الست تبقى منتجة وقادرة على الرعاية وقادرة إن يبقى عندها مشروعها وكبروا التنين. وده يخلينا يعني انا هتكلم معاكم كلمه من القلب، انه اللي بيحصل ده بدايه خير لشغل اتعمل خلال السنين اللي فاتت.